خلينا بس نبدأ بأول تقريرنا، وده برضو يعتبر عمل بيتم على الأرض أو على الواقع. أنشأت إحدى الشركات العاملة في بناء محطات الطاقة الشمسية هنا أكبر محطة طاقة شمسية في مصر في إحدى المزارع بمنطقة توشكا على مساحة 70 فدان. طبعا حضراتكم كلكم عارفين توشكا، هذا المشروع اللي مش هقول أهمل ولكن كان يعني التقدم فيه والبناء فيه كان إلى حد ما متوقف، لكن دلوقتي بنرجع نتكلم إن في مشروعات أهي بتتم. نتكلم عن هنا يكون في 70 فدان للحفاظ على البيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، هنروح نشوف هذا التقرير عشان نفهم ونرجع نكمل مع حضراتكم. على مساحة 70 فدانا بمنطقة توشكا، قامت إحدى الشركات المصرية بتنفيذ وتشييد أول وأكبر محطة طاقة شمسية بمصر بقدرة إنتاجية سنوية تتجاوز 39 جيجاوات. المحطة الجديدة متصلة بالشبكة القومية للكهرباء وفقاً لنظام نت مترينج، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الطاقة الكهربائية الناتجة. هو معمول بنظام اسمه نظام النت مترينج، كان اتعمل القانون بتاعه من كذا سنة من قبل وزارة الكهرباء والجهاز المرفق الكهرباء، ان هو لو انا عندي زيادة دي بتروح على الشبكة القومية، بيجي لي اخر الشهر في عداد عند المحطه الطاقه الشمسيه وعداد موجود في محطه الربط اللي تابعه لشركه التوزيع اللي في المنطقه، بيقيس العداد الانتاج وعداد الاستهلاك، الفرق بياخده كريدت للشهر اللي بعده او يقلل من الفاتوره اللي هو بيدفعها الشهرية. تم اختيار منطقة توشكا لما تتميز به من متوسط الإشعاع الشمسي على مدار العام، بما يعطي أفضلية لإقامة محطات الطاقة الشمسية، كما توفر المحطة الفائضة من الكهرباء لدعم المشروعات الزراعية والقرى المجاورة. المشروع اتنفذ في 5 شهور، بدأ تصميم المشروع ابتداء من أواخر 2016. بعد التصميم بدأنا بالمشتريات المكونات التكنولوجي اللي احنا اخترناها مع العميل، بدأنا في الاستيراد المعدات وفي بعض المعدات من مصر، بدأنا بالتنفيذ بالتركيب وبالتشغيل والربط على الشبكة القومية، وأول مزرعة تبقى 100% معتمدة على الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية في الشرق الأوسط. تكلف بناء المحطة ما يقرب من 25 مليون دولار أمريكي، وتم الاعتماد على أيدي عاملة ومهندسين مصريين بنسبة 100% بداية من مراحل البناء وحتى التشغيل. الألواح المستخدمة حالياً والمصانع اللي بتنتج الألواح أو الخلايا الشمسية عندها تكنولوجيز يعني على طول بتطور من نفسها، فالنهاردة موضوع الأتربة بيعالج يعني في خلايا معينة التراب بيتزحلق من عليها، إلا لو التراب جه عليه مية مطرة، وده نادرا ما بيحصل في منطقة أسوان أو توشكا، ويتحول إلى طينة، ففي الحالة دي لازم يتشال باستمرار عشان ما يمنعش الإشعاع الشمس. ويوفر المشروع من استهلاك 10 ملايين لتر جازولين سنويا، وبالتالي خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 25,000 طن، مما يسهم في تعزيز المشروعات التنموية في توشكا وخفض مصادر التلوث للهواء والبيئة.